ولنقاش هذا الملف والحديث عن تطورات المشهد في أفغانستان وردود الفعل الدولية وتعاطي حركة طالبان معها، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية سمير حجاوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، السلام عليكم أستاذ سمير. رغم دخول حركة طالبان منذ أيام للعاصمة الأفغانية كابول، استغرب الرئيس الأمريكي جو بايدن انهيار واستسلام القوات الحكومية بأفغانستان. إلى أي مدى كشف دخول طالبان السريع هشاشة المنظومة الاستخباراتية الأمريكية؟ الحقيقة أن الاعتراف جاء مدويا. هناك صخب كبير جدا في الصحافة الأمريكية حول هذا الموضوع، كيف فشلت CIA والمخابرات الأمريكية ومخابرات 40 دولة تعمل في أفغانستان بتوقع ما يمكن أن يحدث. الكل لديهم كانوا يعتقدون أن يعني سقوط كابول سيستغرق ما بين أسابيع إلى شهور، أو حددوها حتى أن المخابرات الأمريكية CIA حددتها بثلاثة شهور. لكن أيضا الصحافة الأمريكية تشير إلى أن بعض التقارير الاستخباراتية غير المنشورة أشارت إلى أنهم حذروا الإدارة الأمريكية من أن الأمور فالتة وفالتة جدا، وأنهم لا يستطيعون أن يتوقعوا ماذا يمكن أن يحدث. ولكن على الأقل ثبت أن كل البناء الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان كان بناء فاشلا، واعترف المسؤولون الأمريكيون أنهم لم يذهبوا إلى أفغانستان من أجل بناء دولة. وطبعا كانت فضيحة كبرى أنهم صرفوا على الجيش الموالي لهم، الجيش الأفغاني الموالي لهم، 88 مليار دولار ب 320 ألف جندي لم يستطع أن يصمد 10 أيام وانهار سريعا. نعم. وهذا يدل على أن على التخبط الأمريكي، ليس التخبط الأمريكي بل تخبط المنظومة الغربية كلها في أفغانستان، وتخبط أيضا يعني خليني أقول أتباعهم العرب أيضا، لأنه كان في هناك مخابرات عربية تشتغل. نعم. تعمل معهم في أفغانستان أيضا. في هذا السياق وبالحديث عن تبعات الانهيار السريع للمنظومة التي بنتها الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، كان هناك فرار للآلاف من المتعاونين مع أمريكا، وطالبان تدعو المواطنين الأفغان للابتعاد عن محيط المطار. برأيكم كيف سيتم التعامل مع هؤلاء مستقبلا؟ يعني هذه مسألة معقدة، مسألة في غاية التعقيد. عدد المترجمين الأفغان وعائلاتهم الذين عملوا مع الأمريكان، طبعا ليس عائلاتهم، المترجمين الذين عملوا مع الأمريكان، يقال أن عددهم ما بين 6 إلى 7 آلاف مترجم، ومع عائلاتهم يصل العدد إلى حوالي 19 ألف فرد. من الناحية الرسمية، وأنا يعني تحدثت مع أحد قادة طالبان وعضو في مكتبها السياسي، وأكد لي أن هناك عفوا عاما، وأن هذا العفو هو عفو حقيقي، وأن هذا العفو يشمل الجميع، وأن الحرب قد وضعت أوزارها، وأننا لا نريد أن ننتقم على الإطلاق. هذا ما أكده لي شخصيا يعني في مقابلة أنا. نعم. نشرتها بطبيعة الحال. ولكن يعني كل الدنيا لا تستطيع أن تقنع هؤلاء المترجمين أو هؤلاء الذين عملوا مع القوات الأمريكية والقوات الألمانية وقوات الناتو، لا تستطيع أن تقنعهم أنهم لن يكونوا عرضة للانتقام أو عرضة للعقاب، وبالتالي هم خائفون جدا. ويعني جازفوا بحياتهم بأن ركبوا على أجنحة الطائرات وعلى عجلات الطائرات العسكرية الأمريكية لكي يغادروا. موضوعهم موضوع فعلا معقد. كيف يمكن تقييم رأي المجتمع الدولي حول هذه الإجراءات الجديدة في أفغانستان والتطمينات التي تبثها حركة طالبان بعد السيطرة على العاصمة كابول؟ كثيرون من الغربيين قالوا أننا نريد أن نرى أفعالا ولا أن نسمع أقوالا. يعني كل ما فعلته أو كل ما قالته
قالته طالبان حتى الآن هو مقبول من الناحية الغربية، والإجراءات التي اتخذوها هي إجراءات مقبولة، وحتى أن طالبان ملتزمة بالاتفاق الذي وقع الذي وقعته مع الأمريكيين في الدوحة. والدليل على ذلك أن طالبان لم تجتاح، وأعتقد يعني شخصيا أنه كان بإمكانها أن تجتاح المطار من كل الجهات، لكنها هي أرادت أن تعطي الأمريكيين فرصة لكي تسحب قواتها ومعهم القوات البريطانية والألمانية وغيرها من القوات والفرنسيين وغيرهم. وأيضا يبدو، وهذه قراءة، أنها أرادت أن تفسح لهم المجال لكي يأخذوا عملاءهم معهم أيضا، طالما يعني خلصونا من هذا الوباء حسب يعني وجهة النظر الطالبانية، وخذوا عملاءكم معكم ونحن لا نريد أن نقتلهم. الآن المرحلة المقبلة بالنسبة للأمريكيين، بالنسبة للغربيين، وبالنسبة للروس والصينيين والإيرانيين، هي مرحلة معقدة. لماذا؟ لأنهم هم يريدون أفغانستان تحت السيطرة. نعم. الآن طالبان في حالة قوة وفي حالة سيطرة، لم تستطع 40 دولة أن تخضع هذه الحركة، وهي الآن بالسلطة. الاتحاد السوفيتي جرب حظه قبل ذلك وباء بالفشل وتفكك وخسر. الأمريكيون بعدهم جربوا أيضا في أفغانستان وفشلوا وهزموا، وبالتالي لا أعتقد أن هناك دولة، سواء كانت الصين أو روسيا أو إيران أو أي كانت هذه الدول، يمكن أن إذا كان في هناك عقل ومنطق أنها يمكن أن تجازف بتجربة وضع جديد للتأكد أن طالبان في الحكم ستكون نسخة معدلة جدا كما يريدون. طبعا اليوم كان في هناك تصريح في غاية الأهمية من أحد قيادات طالبان، وقال أننا لن نطبق النظام الديمقراطي، النظام الديمقراطي هذا النظام غربي ولا نريد أن نطبقه، وكان حاسما وكان واضحا. شكرا جزيلا لكم المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية الأستاذ سمير حجاوي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة.